أضاف مقر الأمم المتحدة قمة عن الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والتغير المناخي والحرب الروسية على أوكرانيا التي أثرت على المحاصيل الزراعية، وطالب المشاركون في القمة باتخاذ إجراءات سريعة للحد من أزمة الغذاء العالمي، بينما حمل بعض المشاركين روسيا مسؤولية تفاقم الأزمة. على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت قمة بشأن الأمن الغذائي. مسؤولون من دول مختلفة شاركوا في القمة، من بينهم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن. الوزير رسم صورة أشد قتامة للأمن الغذائي العالمي، محملا روسيا مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء. وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن الحرب العدوانية الوحشية التي يشنها الرئيس بوتين على أوكرانيا قد تضيف 70 مليون شخص إلى عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة، ويصبح العدد المذهل بالفعل أكثر إثارة للدهشة. القادة المشاركون دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي العالمية المتزايدة، أزمة زادتها شدة الحرب في أوكرانيا، بينما تهدد التغييرات المناخية بأن تزداد سوءا في السنوات المقبلة. في هذا السياق كشف بلينكن أن الرئيس جو بايدن سيعلن مساعدة أمريكية جديدة، كما طالب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي أبرمته روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا أواخر شهر يوليو الماضي، ويسري مدة 4 أشهر. إجراءات لا تبدو كافية للتخفيف من حدة أزمة الغذاء، فمع ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة من المتوقع أن يكون العام المقبل أصعب بحسب المستشار الألماني أولف شولز. شولز دعا إلى الاستعداد لمواجهة مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية. إذن ناقوس خطر في العالم، أزمات متلاحقة تفرض واقعا جديدا في الكرة الأرضية، التغير المناخي، الحروب، الجفاف وغيرها من عوامل تفرض مشهدا لم يعرفه العالم الحديث من قبل. أرقام صادمة تشير إلى أن ما يقرب من 20,000 شخص يموتون يوميا جوعا بمعدل شخص واحد كل 4 ثوان، شخص واحد كل 4 ثوان، تصوروا، أي أكثر من 500,000 من البشر يقضون جوعا كل شهر. العدد مروع، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 345 مليون إنسان يعيشون حاليا في دائرة الجوع، وهذا الرقم ازداد بأكثر من الضعف منذ 2019. تعهد قادة العالم مرارا بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن 21، إلا أن مجاعة وشيكة أقرب إلى الحدوث في الصومال وفي مناطق عديدة حول العالم. فالتقديرات تعلن أن هناك أكثر من 50 مليون جائع الآن على حافة المجاعة في 45 بلدا. بحسب تقرير منظمة الفاو، برنامج الغذاء العالمي، يستمر الجوع في الوطن العربي تحديدا في الارتفاع، مع زيادة تصل إلى أكثر من 90% منذ عام 2020. السبب يعود إلى الأزمات الممتدة والاضطرابات المختلفة. ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة عبر سكايب الدكتور نادر نور الدين، الخبير في الأمن الغذائي. دكتور نور الدين، العالم يحذر لكن المجاعة يبدو أنها واقعة لا مجال. نعم، كما تفضل التقرير وقال، العالم يعاني الآن أولا من الأزمة الروسية الأوكرانية، وكلاهما معا يتحكمان في 35% من صادرات الغذاء في العالم، ثم أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والتي تؤثر على ارتفاع أسعار الغذاء، لأن تلت إنتاج الغذاء طاقة، والأمر الثالث تغيرات المناخ، ثم التي تسببت هي أيضا مش ثم في الجفاف في دول القرن الأفريقي والعديد من الدول. والحقيقة أن الأزمة الموجودة حاليا هي أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وليس الغذاء نفسه، لأنه ده اللي بنسميه الوجه الآخر للجوع أو الجوع الخفي، الهيدن هانجر. ده معناه أنه الأغذية موجودة في الأسواق وعلى أرفف السوبر ماركت، ولكن بأسعار تفوق قدرات أغلبية الشعوب والفقراء على الحصول عليها، وبالتالي تعتبر وكأنها غير موجودة بالنسبة لهم، وبالتالي هذا ما يعاني منه الفقراء الآن في العالم. هو دكتور نور الدين، إذن هل طالما أن المشكلة بالأساس هي ارتفاع أسعار، هل التمويل يحل هذه المشكلة؟
الدعم الذي يحل هذه المشكلة. إذا كان التمويل سيشمل دعم الفقراء، لأننا عندما تتضاعف أعداد الجوع هذا العام بسبب هذه الظروف، ومعها أيضا ارتفاع أسعار الأسمدة، لأن الأسمدة تزيد الإنتاج الغذاء من 30 إلى 50%، خاصة في الدول ذات الحيازات الصغيرة مثل أفريقيا والأكثر جوعا في العالم، وبالتالي فإن هذه الفقراء يحتاجون إلى مظلة من الدعم، سواء كانت دولها تطبق إصلاحا اقتصاديا أو سواء بسبب تغيرات المناخ والأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا تفاقم أعداد الجوع في العالم، لأن هم أصلا ما عندهمش قدرات مالية، وبالتالي ينتقل عدد من الفقراء إلى قائمة الجوع. الفقير هو شخص يستطيع تدبير احتياجاته من السعرات الحرارية لكي يعيش صحيحا غير معتلا، قادر على عمل للإنفاق على أسرته، ولكن من مصادر نباتية رخيصة وليست مصادر حيوانية أو دجينة. أما الفقير فلا يستطيع حتى تدبير احتياجاته، أما الجائع فلا يستطيع تدبير حتى احتياجاته من المصادر النباتية الرخيصة، وبالتالي يبدأ في أزمة انعدام أمن غذائي، ثم أعراض سوء التغذية، ثم إجهاض النساء الحوامل وتقزم الأطفال، إلى الوصول إلى الوفاة بعد ذلك، نتيجة سواء لارتفاع أسعار الغذاء، ارتفاع أسعار الطاقة، تكرار نوبات الجفاف، يعني أزمة تولد أزمات على كل الأصعدة وفي أكثر من منطقة، 45 دولة حول العالم، يقول برنامج الغذاء العالمي. ألمانيا تقول إن الأسوأ قادم، والولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة مالية أخرى، وهناك دعوات أيضا لتمديد اتفاق الحبوب الموقع بين أوكرانيا وروسيا. هل ترى هذه الإجراءات كافية؟ نعم، خاصة أن روسيا وحدها تتحكم في 17% من صادرات الأسمدة في العالم، والأسمدة كما قلنا تساهم في زيادة إنتاج الغذاء من 30 إلى 50%، وبالتالي تمديد الاتفاق مهم للغاية، لأنه لمدة 4 أشهر، مضى نصفها الآن ومتبقي 2 شهر، وبالتالي ما زالت العديد من الدول الأفريقية في انتظار شحنات من الأغذية من أوكرانيا ومن روسيا، خاصة أن أغلب الأغذية اللي خرجت في الشهر الماضي كانت لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة البرتغال واليونان وإيطاليا، وبالتالي الدول الفقيرة كلها لم تحصل إلا على شحنة واحدة على الأكثر، مثل إثيوبيا ومثل مصر وبعض الدول الأفريقية، وبالتالي الأمر يحتاج تمديد حتى تستطيع بعد تكفية دول الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى الدول الفقيرة. وأعتقد أن روسيا أعلنت أنها ستقدم معونات غذائية إلى الدول الأفريقية على أن يرفعوا عنها الحظر والتحويلات البنكية حتى تستطيع إمداد، لأن لديها نحو 50 مليون طن من القمح مثلاً. نعم، ودول غربية ترفض ذلك وتقول إنها لن تقبل اشتراطات روسيا. عربيا دكتور، هناك دول عربية أيضا تعاني مجاعة ومهددة أيضا بالمجاعة، هل يمكن للدول العربية الثرية أن تفعل شيئا دون انتظار العالم كي يتحرك؟ ينبغي للدول البترولية أن تنظر بعين الرحمة في هذه الأوضاع إلى الدول غير البترولية العربية. إحنا عندنا 22 دولة، كانت نسبة عندنا 425 مليون نسمة تعداد مجموع البلدان العربية هذا العام، كانت نسبة الجوع عندنا 5%، ارتفعت إلى أكثر من 12%، وارتفع عدد الجوع ليصل إلى نحو 70 مليون شخص في الدول العربية، يعني 1 من كل 6 من العرب جائع الآن. صحيح أن ربما ارتفاع الغذاء لم يؤثر على الدول النفطية، لأنه ارتفاع أسعار النفط عوضها عن ارتفاع أسعار الغذاء، إنما باقي الدول الصومال، جيبوتي، مصر، المغرب، تونس، اليمن والعراق أيضا تحتاج إلى نظرة من الدول الغنية الثرية النفطية في الدول العربية، حتى لا تضطر إلى طلب معونات أجنبية. والعرب هم أولى بالرعاية، خاصة أن الدين الإسلامي الشائع في المنطقة العربية والمسيحي أيضا يحض على ملاحقة الإخوان ومساعدتهم. شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين، الخبير في الأمن الغذائي.